تشهد المنتخبات والفرق العربية تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً على مستوى البطولات القارية الإفريقية، سواء على مستوى بطولات الأندية أو المنتخبات. على مدار شهر واحد فقط نجحت المنتخبات والفرق العربية في التتويج بثلاثة ألقاب، وآخرهم المنتخب المغربي الذي نجح في التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً. على مدار سنوات طويلة كانت الأندية والمنتخبات العربية صاحبة التفوق في القارة الإفريقية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً من جانب الفرق العربية، ومؤخراً استعادت الفرق العربية تفوقها الكبير في إفريقيا، وخصوصاً خلال الموسم الحالي والذي يشهد تطوراً كبيراً في أداء الفرق والمنتخبات العربية على مختلف المستويات. المنتخب المغربي توج مؤخراً ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، متفوقاً على المنتخب المصري الأولمبي، ما يعني أن اللقب كان مضموناً لأحد المنتخبين العربيين. وتأهل المنتخبان لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلى جانب المنتخب المالي الذي احتل المركز الثالث في انتظار منتخب غينيا الذي سيخوض ملحقاً أمام صاحب المركز الرابع في آسيا. إنجازات متعددة حققتها المنتخبات والفرق العربية خلال الفترة الماضية، إذ أن تتويج المنتخب المغربي الأولمبي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً سبقه تتويجات أخرى. خلال الموسم الحالي وعلى مدار شهر واحد وبالتحديد 35 يوماً، توج العرب بثلاث بطولات قارية في إفريقيا حتى الآن، وهي دور الأبطال والكونفدرالية على مستوى الأندية وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً. اتحاد العاصمة الجزائرية بدأ هذه السلسلة عندما نجح في تحقيق الفوز على يانغ أفريكانز التنزاني في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في يونيو الماضي. اتحاد العاصمة حقق الفوز ذهاباً في تنزانيا بالثنائية مقابل هدف واحد، قبل أن يتلقى الهزيمة في ملعب بهدف نظيف، لكنه لم يكن كافياً ليفوز يانغ أفريكانز ليذهب اللقب للفريق الجزائري، والذي ضمن المشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي. وعلى الجانب الآخر من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كان النهائي عربياً خالصاً، بعدما تأهل للمباراة النهائية النادي الأهلي المصري على حساب الترجي التونسي والوداد المغربي على حساب سان داونز الجنوب إفريقي. النادي الأهلي فاز ذهاباً في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية مقابل هدف واحد، وفي مباراة الإياب في المغرب كاد يخسر اللقب عندما تأخر بهدف نظيف كان كافياً لفوز الوداد، لكنه سجل هدفاً قاتلاً ليتعادل ويتوج باللقب. اللقب كان العربية الثانية على مستوى إفريقيا للفرق العربية في فوز اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية، كما أنه كان رقم 11 للنادي الأهلي في تاريخ مشاركته في البطولة، لتكتمل الثلاثية الإفريقية العربية بعد ذلك بتتويج المغربي بكأس الأمم تحت 23 عاماً. هذه الألقاب الثلاثة ليست النهاية، فإن بطولة إفريقية أخرى من المنتظر أن تكون عربية، إذ إنها من مباراة واحدة وتجمع بين فريقين عربيين كذلك، وهي السوبر الإفريقي والذي يجمع الأهلي بطل دوري الأبطال واتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية.